محليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل نسير معكم سويا في المراكز العشرة الأولى. نتابع الغزال خميس بن سلطان بن سمية المنصوري من يأتي على الصدارة، وعلى المركز الأول مياس، في المركز الثاني محمد بن عبيد بالعرض الحميري من ينطلق بهذا الأداء وبهذا التحدي الجميل. هنا التسلل من مرفوق سعود بن حمد بن سيف المزروعي من يأتينا هنا بانطلاقته وتحدياته، الوصول كذلك من شاهين عبد الله بن سالم بن مصبع بن صاروخ النعيمي ينطلق بهذا الأداء وبهذا التحدي الجميل. هناك أرى شعار أيضا منطلق بهذه التحديات وبهذه الإثارة مشاهدينا الكرام. هنا نتابع من الجانب الآخر المتسلل، هناك الشميمي سالم بن أحمد بن سالم بن سعيد لخيلي بهذه الانطلاقات والتحديات. هناك نتابع هناك الواعي لأحمد بن عبيد بن مبارك لقتبي منطلقا أيضا بتحدياته، الوسمي من ينطلق على المركز هنا السادس في هذه اللحظات أو المركز الخامس لمطر بن مبارك وسيف لقتبي بانطلاقته وتحدياته. هنا الوصول من مطفي سهيل بن هلال بن حمد بن محمد المحرمي ياتينا بهذه الانطلاقه، شاهين عبد الله بن سالم بن صبح بن صاروق النعيمي سابعا، وفي المركز الثامن مياس لمحمد بن عبيد بن عرطي الحميري، المركز التاسع وصل هنا مخوف سلطان بن محمد بن مصر بالقوبه المنصوري، وعاشر المراكز المختبر حمد بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي من ياتي تينا على عشر المراكز. هذه هي النتائج، ها هي الشعارات، ها هي التحديات، ولنا عودة شاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط، إلى المقدمة، إلى صدارة الشميمي سالم بن أحمد بن سالم بن سعيد الخيالي من انطلق بصدارة، انطلق بالمقدمة، ولكن أرى المتسلل هناك بانطلاقة الوسمي مطر بن مبارك بن سيف الاكتبي من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول هنا ويندفع بالصدارة والمقدمة. المركز الثاني الغزال خميس بن سلطان بن سمية المنصوري من يأتينا ثانيا، هناك المتسلل الواعي احمد بن عبيد بن مبارك لقتبي، وارى تسلل من مرفوق سعود بن حمد بن سيف المزروعي من ياتينا ويتسلل بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله. الله الله، تحديات، اداءات متميزه. نتابع المركز السادس والقادم هنا مياس محمد بن عبيد بالعرط الحميري مع مياس، وياتينا مخوف من الجانب الاخر، خوف هناك سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع المنصوري، وتسلل من وليف مطر بن سعيد بدعي الزحابي ياتينا على المركز هنا ايضا التاسع، والمركز العاشر شاهين عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي. بدات الشعارات تقترب من بعضها البعض، اذا كان هناك تجمع، هناك منافسه، هناك اداء جميل، هناك تحدي. نعود الى الصداره، مخوف من انطلق من التاسع الى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط، مخوف مخوف سلطان بن محمد بن مصر بالقوبع المنصوري من يقدم على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني مرفوق سعود بن حمد بن سيف المزروعي، ومن الجانب الآخر هناك الانطلاق من قبل وهناك والتحديات، والقادم الغزال خميس بن سلطان بن سبيع المنصوري القادم من الظفرة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل. هناك من الجانب الآخر المنطلق الشميمي، هناك الشميمي، الشميمي سالم بن أحمد بن سالم سعيد الخيالي، ولكن التسلل من المختبر حمد بن مطر بن علي بن مفتاح الشامسي، والقادم هنا القادم الزود ايضا قادم ولديه زود، الزود هنا بشعار احمد بن عبيد بن مبارك لقتبي. التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام، ارى هنا ياتينا
متوه 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 مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش لخيالي يقدم لنا متوه بأول نداء بهذا الأداء. وهناك وليف مطر بن سعيد بدعي الزعابي. يا سلام الله الله الله. اقتربنا مشاهدينا الكرام سامعين الأفاضل من الكيلومتر الأخير، أرى قدوم من هنا أيضا وتسلل بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. الشبابي لصالح بن محمد بن سالمين العامري من يأتي بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة بهذا الأداء المميز والأداء الجميل، ولكن مخوف 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 على الصدارة، مخوف على المقدمة على المركز الأول والصدارة. سلطان بن محمد بن مصر بن قبع المنصور الله بدأت التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام شعار بن سالمين هنا في هذه الانطلاقة. صالح بن محمد بن سالمين العامري مع شباب من انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة بدعي مع وليف مطر بن سعيد بدعي الزحابي من الجانب الآخر. يا سلام التحديات الجميلة والإثارة مشاهدينا الكرام. وليف وليف وليف، وهنا هنا أيضا شباب شباب ووليف والتحديات قوية. أو هنا شباب على الصدارة ووليف من الجانب الآخر. الله الله الله، ولكن وليف 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 مع بدعي من ينطلق هنا مطر بن سعيد بدعي الزحابي. سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل هنا وانطلاقة وليف. تهانينا وناموس على هذا الفور. مطر بن سعيد بدعي الزحابي المركز الثاني الشبابي صالح محمد بن سالمين العامري، ويأتينا شاهين عبد الله بن متعب بن سالم بن سلام الكتبي، والمركز الرابع مرفوق لسعود بن حمد بن سيف المزروعي، والمركز الخامس هناك الانطلاق من مخوف سلطان بن محمد بن مصر بن قبع المنصوري بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هذا الأداء المميز. نعود مشاهدينا الكرام إلى وليف وانطلاقته وتحدياته المتميزة هنا وانطلاقاته ها هنا بهذا الانطلاق. المركز الأول حامل رقم 3 في المركز الأول وليف، هناك لمطر بن سعيد بدعي الزعابي هو صاحب المركز الأول، هذا صاحب المركز الثاني. توقيت الزمني هنا الذي نتابعه بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات الجميلة هنا هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات والتحديات الصباحية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، أيها المشاهدون جميعا، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة ثامن أشواط صباح هذا اليوم. شوطنا الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الشوط الخاص باللقاية الجعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المثير. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة.